على المسرات والأفراحِ نلتقيكم في هذه الأيام المباركة، هذه الأيام المهدوية، تفصلنا أيام قلائل عن ليلة النصف من شعبان ويوم ولادة صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. هذه الأيام التي تزهو بالنفحات الإيمانية المهدوية. نلتقيكم إن شاء الله مجددا في هذا البرنامج المهدوي ربيع على نام الموسم الثالث. هذا البرنامج الذي يفيح نفحات إيمانية ويسلط الضوء على المسائل والأجوبة المهدوية والتي ترسم للطريق للشاب المهدوي. تكلمنا في الحلقات السابقة في عنوان بقية الله، وتطرقنا ما سبب تسمية هذا العنوان، ومن هم بقية الله، وهل بقية الله له أنصار والذين يأخذون بثأره. أما في هذا الحلقة إن شاء الله سنتطرق إلى تكملة هذه الحلقة، لكن بعنوان كذلك جديد، بقية الله وسر حاكميته وسر بقاء حاكميته في الأرض. وسنناقش إن شاء الله عناوين شيقة في هذه الحلقة. سنناقش ما هو دور الإمام الآن، وأين يسكن، وهل ممكن أنه شخص التقي به. كل هذا وأكثر إن شاء الله سنناقشه مع فضيلة الباحث والمحقق في العقيدة الإسلامية فضيلة الشيخ حسن الكاشاني. حياكم الله شيخنا المبارك، تقبل الله أعمالك وأسعد الله أيامك، وإن شاء الله تكون بخير وصحة وسلام. وعليكم السلام ورحمة الله، وأسعد الله أيامكم وأبارك لكم والمشاهدين الكرام. هذه الولادة الميمونة، ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه، عجل الله فرجه الشريف. وأرجو إن شاء الله أن نكون تحت عنايات الخاصة لمولانا صاحب الزمان سلام الله عليه، وأن يتحفنا الله بتعجيل فرجه سلام الله عليه ببركة هذه الليلة المباركة. الله يبارك فيكم شيخنا. نحب أن نسلط الضوء في بداية بدء هذه الحلقة على أنه الآن حاكمية الإمام صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وعليه الصلاة والسلام. تطرقنا في الحلقة السابقة أنه بقية الله اللي هو لابد أن لا تخلو من عتبة الهادي، صح؟ الآن ما هو دور الإمام صاحب الزمان في الآن؟ الآن مع الناس أنه متصور أنه الإمام ما موجود، أنه الإمام بعد ما ظاهر أو ما موجود للدنيا، فالآن احنا نريد نصحح هذا الشيء، فما هو ردكم عن هذا الشيء؟ نعم. نحن دخلنا كما تفضلتم من الحلقة السابقة في بيان هذه الفقرات في دعاء الندبة، وكل فقرة من هذه الفقرات تبين معلما وشأنا من شؤون الإمام المهدي سلام الله عليه. فلكي نعرف ونقترب خطوات يسيرة إلى معرفة هذا الإمام ومعرفة أموره وشؤونه، فلا بد علينا أن نأخذ هذه الكلمات بعين الاعتبار. بدأنا من هذه الكلمة المقدسة، أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية. نعم، في الحلقة السابقة. نعم، ففي الحلقة السابقة قلنا أن هنالك معركة البقاء. هذه المعركة هي المعركة التي يخسر فيها إلا الله. إلا الله يعني كل من ينادد يبارز يعاند، والعاقبة المتقين البقاء لله. كل شيء يهلك، فرعون، نمرود، شداد، أبو جهل، أبو سفيان، بني أمية، كلهم. نعم، البقاء يكون لله. فقلنا هذا البقاء إنما الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين كانت لهم رسالات، أتوا بكتب، أتوا بمعاجز، بعلوم. نعم، هذه أين ذهبت؟ لابد أن تبقى. هو وارث هذه العلوم. نعم، ووارث هذه الكتب، وارث الأنبياء طبعا، وكذلك القرآن بقاؤه قلنا بوجوده. فمن مظاهر ومجال بقية الله أن الوحي النازل إلى الأنبياء وكذلك القرآن يبقى
به سلام الله عليه. عليه الصلاة والسلام. هنا كما سألتم في سؤالكم هنالك جهة ثانية في كلمة ولقب بقية الله نعم التي يطلق على الإمام المهدي سلام الله عليه، عليه الصلاة والسلام، وهو ما نعبر عنه باللهجة الدارجة، نقول الله جل جلاله إلى وجود بالأرض، يعني في الواقع يمثل حكمه في معادلات العالم، في معادلات نظام الحكم، هذا الذي يدير العالم الآن. أنا ما أحكي عن الجنب الغيبية، نعم في الجانب الغيبي الأمور بيد الله، لا أقصد في الجانب الظاهري في الحكم الظاهري، الله إلى وجود، إلى ممثل، إلى خليفة بالأرض. لو الله مكتفي بجعل قوانين، هو السؤال، السؤال ليس بذنب ولا بجرم، أنا أسأل سؤال باحث، أنا أسأل سؤال. إن الله جل جلاله في تخطيطه لإدارة الأرض اكتفى فقط بجعل قوانين وقال للناس أيها الناس أنتم وهذه القوانين خذوها فاعملوا بها لتكون حياتكم حياة سعيدة، نعم أم لا أكثر من هذا؟ هذا السؤال إذا نريد الإجابة الصحيحة عن هذا السؤال، خل شوية أنا أوجه هذا السؤال للحكومات، نعم للدول. ليش أوجهها للدول؟ ليش؟ لأن هذه المسألة من شدة وضوحها صار بها تفرقة، لا تقبل أي دولة بالإجابة بالنفي. الآن أسأل، الآن أذكر لك ماذا أريد. هل تقبل دولة من الدول في الأرض، نعم، دويلة من الدويلات، دولة من الدول، حكومة من الحكومات، في حكمه في سيادته، كل دولة لها سيادة، أكيد سيادة الدولة كيف تحفظ؟ هل بمجرد جعل القوانين فقط تحفظ السيادة؟ نظرية يعني بدون تطبيق، بدون تطبيق تحفظ السيادة؟ يعني مثلا الدولة العراقية تكتفي فقط بجعل تشريعات قانونية، أما الذي بيده وزارة النفط، وزارة ما أدري الداخلية، نعم، الخارجية، نعم، الدفاع، مو كل من يجي يأخذ، ما له علاقة، ما له علاقة بال، هل يصير لها سيادة؟ الدولة تصير لها سيادة؟ الدولة التي تذهب هيبتها، الدولة أسموه الدولة على ما تسمى بالدولة، الدولة قائمة بركنين وهما، وهما التنظير، التقنين، والتنفيذ، التنفيذ، نعم، الأمور على الأرض لابد أن تكون بيد الدولة حتى تكون له سيادة، هذه مسألة بديهية واضحة. يعني يصير واحد يغشمر مثلا، هل الناس يتغشمرون بهذه المسألة؟ واحد يجي يقول لهم انتم خلوا لكم دولة، لكم حكومة كذا، قننوا قوانين كذا واتركوا، بعدين اي واحد اجى اخذ مجريات الامور خير على خير، خير. ما اخذها ما يقبل احد. هيبة الدولة، سيادة الدولة، حكومة الدولة، حاكمية الدولة انما تكون بالتطبيق، بالتنفيذ، بالاجراء. صح وقنن قوانين، لكن اللي يطبق على الارض يكون من جانب الدولة نفسها. جميل. ومن جي من 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 جهة دولة، إذا مثلا دولة ثانية اجى أخذ مجريات الأمور، قال لكم القانون منكم لكن مجرياته على الأرض راح تصير بيدي، هذه الدولة راحت سيادتها، ليس لها سيادة، ما لها أي اسم أصلا، هو بس اسم ظاهري. نعم. دولة الله كيف هل دولة الله تكتفي بجعل قانون؟ سؤال. هل الله جل جلاله يصير له وجود بالأرض بس ينزل قرآن وأحكام وقوانين وقال للناس أيها الناس هذا القرآن أنا نزلت لكم فيها قوانين الأمن والخوفي والاقتصادي، مو شيء موجود في القرآن، دولة بين الأغنياء منكم وكذا، بس من اللي يطبقها على الأرض؟ ما لي علاقة.
هذا يصير له سيادة إلا ما ربك، يصلك، ما يتقبل العقل، هذا يكون رب العالمين بالله عليك، هذا يسمى رب العالمين؟ سؤال سؤال. الإله الذي يكتفي بجعل قوانين لتنظيم حياة البشر على الأرض يصير بس نظرية ويكتفي، أما اللي يكون بالأرض ويأخذ بيده مجريات الأمور ويدبر هذا ويدبر ذاك ويخطط هذا ويرفع ذاك ويكبس ذاك، لا هذا الله يقول أنا ما لي علاقة، هذا يصير رب العالمين؟ هذا يصير دولة؟ يصير سيادة؟ الجواب حاكمية الله في الأرض بوجود بقية الله. إذا أنكرنا بقية الله يعني وجود الله في الأرض، وجود الله مو أنه هو الله والعياذ بالله، منهج الله، ممثل، خليفة، مثل تقول هذه الدولة إلها وجود، إلها وجود يعني شنو؟ يعني أمور بيدها. جميل. ما انفلتت من يده شيء. نعم نعم. لم تنفلت من يده شيء. لا زالت الأمور تحت رعايته. اليوم أمور العالم لم تنفلت من يد بقية الله. أبانا إحنا ذول الظلمة الجبارين، ذول ماخذين ورايحين، مو أبد. هو ولي الله يسمح لهم بمقدار. الأمور بيده. الله. هو خليفة الله. الله الله. ما شاء الله. أضرب لكم مثل قرآني. موسى بن عمران. عليه الصلاة والسلام. على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. الله قال له تذهب إلى منطقة. وما أقول لك وين. أعطيك فد موعد كلش سري. نعم. يعني ما حد يقدر يطلع على هذا الموعد. وين يا ربي وين؟ قل لي المدينة الكذائية، الشارع الكذائي، لا ماكوش. أنا أريد أن تلتقي برجل من رجال الغيب، من الرجال التي بهم حاكميتي في الأرض تثبت. أها ذولا مو دائما على العلم. هذا كلام للنبي الله موسى عليه السلام. قال له وين تروح؟ قال له تروح تمشي بالبحر يم البحر وعدكم سمكة ميتة. نعم. فمتى هذه السمكة الميتة صارت حية ومشت بالبحر ذاك محل اللقاء. الله. موسى بن عمران مع وصيه يوشع مشيا. يوشع في المنطقة جالسين وطلع السمكة والماي ماء البحر طفر على هذه السمكة فصارت حية ومشت بالبحر، ويوشع ما قال لنسى مشيا. بعد موسى قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، وين؟ نعم. جيب الغداء اتقدم. قال اني نسيت الحوت. اخذ سبيله في البحر سربا. قال ذاك ما كنا نبقي، فارتد على اثارهما. الله. رجع رجعوا لنفس المكان. نفس المكان. يقول الله فوجد عبدا من عبادنا على خضر اتيناهم لدنا علما، أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. زين. موسى طلب من خضر أنا أصاحبك. قال لا ما يصير. انظروا موسى نبي الله أولي العزم يطلب من خضر أن يصاحبه. لماذا؟ سؤال وخضر ما يقبل. نعم. وخضر ما يقبل. هل أتبعك؟ على هل أتبعك؟ موسى نبي العزم، خضر على أصح القول ليس بنبي. حتى لو كان نبي مو أولي العزم. كيف تفسرون هذه الآية؟ موسى بن عمران يطلب من خضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذا يفسر لنا أن نبي الله عيسى بن مريم من ينزل يتبع الإمام الحجة. الله. يصلي خلفه. جميل. التفاتة لطيفة. قال انك ما عندك صبر، ما تقدر. قال انا ما احكي، ما اسولف. يلا. مشيا. ركب في سفينة. فقام خضر يكسر هاي السفينة.
موسى ما تحمل. قال ليش تريد تغرقنا بنص البحر؟ قال ما قلت لك اسكت. ذهب إلى قرية، نعم، صبيان غلمان أولاد يلعبون، أجي واحد من ذول الأطفال ضرب وجهه ضربة ومات. قال قتلت نفسا من غير الخضر نفس. طلب الخضر، نعم. قال ما قلت لك اسكت. زين، مشى إلى قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوا. نعم. فقالوا ما يخالف حنمشي. نمشي. من يمشون أكو بستان حائط واقع وفي شرف الوقوف. قال لموسى يا الله جيب فد يعني ساعدني على أساس بناء هذا نبني هذا الحائط، البيت. نعم. موسى بعد ما تحمل كلش قال ذولي ما اعطوني قرصة خبز، تريد تبني حياتهم؟ وذلك اللي مضيفينك ومو يمك. اي اي نعم. فقال هذا فراق بيني وبينك، لكن اخبرك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. انظروا هذه حاكمية الله، الله لم يخرج الامور من يده ابدا. الله، قال هاي تلك السفينة، ذيك السفينة تتذكر خلقناها انا. قال كان اكو مع حاكم ظالم غاصب جبار فرعون هاتي وراء البحر، من يشوف اي سفينة جميلة ما بها نقص شيء يصادرها يستولي عليها. يستولي عليها. هذه من ذاك الصوب، من هذا الصوب هاي السفينة تعود لمساكين، مساكين عدة من الفقراء ململمين مجمعين فليسات، هم مسوين هاي مو السفينة باركة الباخرة، سفينة الصغار وهي لقمة عيشهم على هاي السفينة. لو هاي السفينة ذاك الزال الظالم ياخذها ذول شو يصير؟ يموتون من الجوع. جميل. فأنا شو سويت؟ انظر هذا الحاكم الظالم أباله هو كل شيء تحت يده، مو هكذا أبدا. أكو خبر يمنعك ما يخليك. حاكمة الله طبعا. أكو خطوط حمراء، لولا خبر لكان أولئك المساكين يموتون من الجوع. جميل. هو أنقذهم بس ما حد ما يدري. انظر الأمور المفصلية بيد خليفة الله. هذه نموذج، ها هذه نموذج. يعني طبعا ان اخو كل واحد يدري هذه القضية، ان الله اطلع موسى على ثلاثة نماذج من افعال خضر يأخذها عبرة. خضر من هذه الفعاليات يفعل بكثير، هذا النمط من انماط فعاليات خليفة الله في الارض شنو؟ منع الظالمين من مص ثروات الشعوب المستضعفة. الله، جميل. قل لي الآن هذا الظالمين يمصون، أقول لك إيه، بس تدري لولا بقية الله ما كنا نتنفس، ما كان لنا لقمة عيش. هذا الذي نقدر عليه الآن ولو صعب، ماكو إشكال. ببركته ببركته. الله عليه الصلاة والسلام. ببركته. الناس غافلين عن هذا. أنزل في القرآن. أنزل في القرآن وقال يا أيها الناس هؤلاء ظالمون، هؤلاء ظالمين، ذول المظلومين، هذا امنعوهم أن مص ثرواتهم واكتفى، وبعد ما أجب الأرض ماكو شيء. حاشاها من ذلك. بقية الله وجوده في الأرض. زين، قال هذا الغلام اللي قتلته. أولا ليش قتلت الغلام؟ بأمر الله. زين، أنا أقول لك سؤال. إسرائيل صلوات الله عليه ملك مقرب، نعم، سلام الله عليه، باليوم والليلة كم يقتل من البشر؟ بأمر الله. نعم. يعصي؟ يذنب؟ هو الله أمر بعد الله. مأمور. مأمور من الله، هو الله مالكه. قال له أخبط روحه، هو الآن أعطى الأمر لخضر. الخضر. من هاي الجهة ما عندنا إشكال. نعم. لأن بأمر الله. زين. قال له شنو السبب؟ شنو الغاية؟ أردفتهم؟ أردفتهم شنو الغاية؟ قال له شوف. هذا الغلام لو يكبر يصير طاق طاقوت، طغيانا بحيث يجبر أبواه على الكفر. الله أكبر. خشينا أن يرهقهما طغيانا الكفر. يعني الذي من شدة طغيانه وغطرسته يمنع أبواه من التوجه لله، عن التوجه، عن حرية العقيدة.
ماذا يصنع بالآخرين؟ فمن حق الخبر هذا راح يصير طاغوت ويمنع الناس. يعني كم أنت تتصور كم كان هذا الطاغوت يسبب نشر الظلمة في الأرض على مر الأجيال؟ حذفت. بدال هذا الطاغوت الله يعطي لهم لهما جارية بنت يولد منها 70 نبي. الله، معادلة بسيطة. جميل. حذف طاغوت من التاريخ البشري وزرق 70 نبي. الله، شي يأثر في المعادلات؟ فكروا شي نشوف. خير يغير معادلات عظيم فاضل. يغير معادلات. أنا بالي أنا وأنت هسه مؤمنين جالسين هنا إحنا مثلا وين إشكل؟ أدري هو صاحب الزمان، هو بقية الله من قرون سبع. هذا واحد. والشيء الثاني زين، دول طواغيت كثيرون في الأرض، ليش ما كلهم ما صفهم؟ لأن الدنيا أرض دار ابتلاء. إذا على بقاهم واحد اثنين ثلاثة على مود الناس يمتحنون يبتلون. ولكن ما بالك أن الأمور خرجت عن يد الله، إن الله غالب على أمره. الله، إن الله قاهر على كل شيء. هذه إشارة لنا بقية الله. الله له وجود بالأرض. ما نتصور أن الظلمة، أن الجبابرة، أن الأعداء، كل من شئت فسمي ظالب راحتهم يفعلون كل ما يريدون. مو هكذا أبدا. بقدر مقدور يسمح لهم لابتلاء الناس. زين، هذا الثاني. أما هذا الحائط اللي بنيناه، قال له تدري أكو جوه بالتراب بالأرض كنز. نعم. هذا الكنز مال جدهما أبوهما، هو إلي اليتيمين. نعم. أبوهما كان صالحا، فهذا الجدار لو ينقض لو ينحط بعد ذلك من يكبران بعد لن يجدا كنز أبيهما. الله. فلن أبيهما كان صالحا، الآن هذين اليتيمين لما كبرا وجدا الكنز. هما مثلا زعما أو توهما أن هذا من خير والدنا أو من خير أنفسنا، لا يدري يعني أنه من فعل خير بقية الله. أنا أرزق رزق. نعم. ما شاء الله يرزقني، أو مثلا بالي هو هذا، تصور هو هذا جهدي، ما أدري هذا بقية الله. مر قبر فبارك سنين في هذا الرزق. مر قبر سنين وكان جدارا، لو هذا الجدار ينقض ما كنت لأحصل على هذا الرزق، الآن حصلت عليه ببركته. انظر شو المنظر بديع واقعا. أي حاكم، أي حكومة في الأرض، أنا أتحدى، هو ما يحتاج تحدي بعد، واضح. شوف شلون يربط حلقات الماضي بحلقات المستقبل. الله. أبوهما كان صالحا في غابر الزمان، هما لابد أن يجدا كنز أبيهما في مستقبل الزمان. أنا الآن أبني هذا الحائط على مود، شوف شلون يربطها في نسيج عدل إلهي. تدخل غيبي. هذا هو حاكمية الله. هذه ثلاثة نماذج شاهدها خضر. والنوب هو خضر هم يقول عبدا من عبادنا. ذاك الوقت كان أمثال خضر كثر، خضر واحد. والآن في هذه الساعة، هذه الليلة، ليلة الجمعة، اللي أنا وأنت جالسين والكادر جالسين هنا والمشاهدون يشهدون. نعم. ليلة الجمعة على رواية نصف شعبان وعلى رواية بكرة بالليل. الآن خضر جندي تحت الله، امرأة بقية الله، صح، يدير الشؤون ويدبر الأمور، هو على بقية الله. بدقيقة شيخنا، أقول أنا هذا الشيء. بعدين يقول فوق كل ذي علم عليم، كان أكو فوق علم الخضر علم ذاك الزمان. موجودة في روايات موجودة، يقول لما انتهيا فشرع طيرا، طير نزل إلى البحر وأخذ من البحر قطرة من الماء من قاره. فقال هتدري شنو معنى هذا؟ قال علمي في جنب علم محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. قطرة في المحيط بالبحر، أنا قطرة. فلذا هو الأنجنتي.
الآن صاحب الزمان سلام الله عليه إلى فعاليات، إلى أدوار، إلى حكم، لا يمكن أن الحكم الإلهي تتعطل. هذا إنكار لربوبية الله. أي رب نعبده؟ ربا معزولا عن الحكم؟ حاشاه من ذلك. الذي، هذه أقولها بصراحة، نعم، ماكو مجاملة، الذي ينكر وجود الإمام صلى الله عليه وسلم، أو يقول موجود لكن مختفي ورايح وما يشتغل بأمره وتارك أمر الناس، هذا من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر ينكر حاكمية الله في الأرض، ينكر ربوبية الله جل جلاله، ينكر السيادة للدولة الإلهية، النسبة التي لا تقبل أي دولة أن ينسب إليها، هو ينسبها إلى الله. أحسنتم شيخنا. نكمل إن شاء الله كل هذا الأشياء وبعض بعدكم إن شاء الله أسئلة شيقة بودي أن أطرحها، لكن إن شاء الله نخرج فاصل ونعود إليكم سادتي المشاهدين الكرام، لذلك الحين ألتقيكم إلى خير إن شاء الله. مالي والصباح وأنت صباحي، وهل الدروب عنك تغني قلب الانشراح؟ سيدي يا مهدي طال انتظارنا، فمتى يحين اللقاء؟ حياكم الله من جديد سادتي الكرام مشاهدي برنامجكم المهدوي ربيع الأنام الموسم الثالث. تطرقنا قبل الفاصل على أنه ما هو الدور صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف الآن، وما الذي يقوم به، وهل هو الآن حاضر بيننا، وما هي فعالياته، وما هي الأشياء التي نوب بها عنا والتي غافلين نحن عنها. كل هذا أكثر تطرقنا عنه مع فضيلة الباحث والمحقق في العقيدة الإسلامية فضيلة الشيخ حسن الكاشاني. حياكم الله من جديد شيخنا الكريم. نعم شيخنا، نكمل ما بدأنا به ولكن بسؤال آخر. هل الآن بعد ما تطرقنا أنه عرفنا أنه الإمام موجود والآن الإمام يحلل كثيرا من المشاكل ولكن احنا غافلين عنه، الآن الإمام لنعرف وين يسكن، ما هي الأعمال البقية اللي يقوم بها؟ بالنسبة لمكان سكونة الإمام، سكن الإمام صلى الله عليه، هذا الأمر لا يمكن لأحد أن يطلع عليه، لأن هذه قضية الغيبة. أكو مسألة السر، مسألة الغياب، نعم، هذه لابد أن نفهمها. إذا قالوا لك أن هذا الشخص أو هذه المنظمة عملها قائمة على السر لمصلحة، بعد لا تسألني عن المكان اللي ما أدري المكتب ماله والممثل ماله. أحبائي أخواني أخواتي الشباب المهدويون، للرد على من يدعي النيابة أو السفارة أو أنه مرتبط بالإمام أو ما أدري ابن الإمام أو وكيل الإمام أو كذا بالإمام أو إمام، اللي للأسف الشديد موجودة بكثرة. أيوة، قبل يومين نعم، سحفظ الله سيد المرجع الله يحفظه إن شاء الله، في بيانه بمناسبة نصف شعبان، من جملة ما ذكر في بيانه الشريف أنه حذر الناس من أولئك الذين يدعون أن لهم ارتباط بالإمام المهدي سلام الله عليه الخاص، وهذا الذي قامت ضرورة المذهب على بطلانه. أبسط دليل لكذب هؤلاء فهم حقيقة الغيب. إذا قالوا لك أن الإمام غائب بالغيبة الكبرى، الغيبة التامة، هذا لا معنى لأن يكون له ممثل أو مكتب أو شخص، هذا يتناقض مع حقيقة العمل السري. لا، يعني يأتي واحد هو مرتبط بهذه الأمثلة، واقعا لا، يعني ليس من اللائق أن نذكر هذا لا الأمثلة تقاس. ولكن ماذا نصنع بعد؟ واحد مرتبط بمنظمة سرية مافيائية أو أي شيء ويشتغل، إذا رأيتم أحد حط إعلان فوق رأسه، داق إعلان أني منتسب
طيب ضمن مؤسسة هو يعني كاذب، وهذا إعلان يعني كاذب. من يدق إعلان يعني هو كاذب، واضح ما يحتاج إلى دليل. اللي يدعي أنه مرتبط بالإمام ارتباط خاص يعني هو كاذب، واضح ما يحتاج دليل، ما يحتاج برهان. هذا الدليل العقلي. إذا فاهمين الغيبة بعد أي واحد يجي أنا مرتبط أنا شايف أنا كذا، اتركوا العلماء اتركوا كذا، إحنا نجيب لكم أخبار. حبيبي إمام غائب. الآن في قبل الفاصل ذكرنا الله جل جلاله لما يغيب أحدا حتى نبيه موسى بن عمران أولي العزم ما يطلع على مكان تواجد خضر، بل حينما أراد الله جل جلاله أن يعطي موعد لقاء بين موسى وخضر ما أعطاه موعد مثل على جوجل ماب يحط لك شو اسمه أنا هنا، لا هذا يخترق حبيبي يخترق. نعم. ما قال له مثلا الشارع الكذائي الفرع الكذائي المنطقة الكذائية، قال له لا، قال موعد اللي مقير قابل اختراق، إذا رأيتم السمكة صارت حية وأخذت طريقها في البحر، هذا الموقع مال 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 لقاء غير قابل للاختراق. يعني السرية والغياب ضاربة بجذورها حينما يغيب الله أحدا من أوليائه. بعد يأتي نعم خدمتكم نعم. تفضل. نعم من علي من كربلاء، سهير من كربلاء. نعم نعم تفضلوا. نعم نسمعكم أخ زهير. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. الشيخ وياي؟ تفضل تفضل أنا معك. الشيخ خالد بالتلفزيون غير على قناة الحجة ولا؟ نعم. شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا. الله يعطيك العافية. شيخ أنا قرأت في بعض الكتب. أي. نعم 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 معك اسمعك تفضل. قرأت في بعض الكتب يقول ان رسول الله يقول عليه الصلاة والسلام يعني بس ما ادري يقول الامام المهدي سلام الله تعالى عليه قرشي هاشمي حسني، يعني من اولاد الامام الحسن سلام الله تعالى عليه محمد بن عبد الله بن الحسن. نعم صحيح هذا يعني شيله هاي يعني ما لها صحة الرواية هاي. هذا سؤالكم اخ زهير؟ هو هذا سؤالي ما عندي. نعم يعني سأجيبك عن هذا السؤال. احسنت. نعم. الله يعطيك العافية. احسنت شكرا جزيلا. نعم. احسنت شكرا لاتصالك. نعم نعم شيخ. بالنسبة للسؤال الاخ. نعم. انت تدري ان بني الحسن قاموا بالثورات في زمن الائمة عليهم السلام. عليهم الصلاة والسلام. اولاد الحسن المثنى. قاموا بثورات ضد بني أمية وبني العباس، من ضمن من جملة ما ادعي لهم اما هم ادعوا لانفسهم او ادعي لهم ان المهدي منهم، وهذه روايات كاذبة لا اساس لها من الصحة. وان وردت عندنا ان الامام المهدي حسني بمعنى انه من اولاد الامام الحسن من 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 طرف الام، يعني تدري انت من الامام الباقر فساعدا الائمة حسينيون وحسنيون، ليش؟ نعم. لأن أم الإمام الباقر سلام الله عليه من من أحفاد الإمام المجتبى سلام الله عليه. عليه الصلاة والسلام. فمن الإمام الباقر الأئمة صاروا حسنيون وحسينيون. فإذا وردت الرواية عندنا تؤول بهذا التأويل، وأما أن يكون من أولاد الإمام الحسن أباً عن أب لهذه لا أساس لها من الصحة، ومما يعني من أحاديث المجعولة التي جعلت لصالح بل الحسن لما قاموا بالثورات. نعم نكمل ان شاء الله بحثنا تطرقنا. نعم. انا قلنا انه يعني انظر، فاذا مكان تواجد الامام في رواية عندنا ان الله يقيبه عن الناس لا يعلم احد اين هو الا المولى الذي يلي امره، يعني هو هناك خادم يخدم الإمام هو بس يدري، هو هم يحكي ومتكتم أبدا. أساسا الدخول في منظمة سرية قائمة على التكتم والتستر وفيها شروط. طبعا أول شروط
أن تشوف المنظمات السرية، أي واحد خرج من السر للعلن رأسا يصفه، بل ما يصير هذا، هذا ما يقوى القلب. فإذا كم نحن يعني واقعا هذول هؤلاء الدجالون يستفيدون من سذاجة الشاب المهدوي، من سذاجته، واحنا صرنا سذج. من يجي يقول انا مرتبط بالامام وبالحليم وبالطيف وكذا وشؤون امور، حبيبي انت جاي تؤمن بامام غائب، افهم معنى الغيبه. نعم، غيبه يعني سريه، يعني خفاء. لكن السريه ما يعني انعزال عن الساحه. الله، قلنا حاكميه الله كما خضر غائب، حتى موسى ما كان يدري به، لكن في كبد الحدث، يعني اخذ قوت المساكين، اخرجها من حلقوم هذا الظالم، طلعها في كبد الحدث. ابد. وكم في هذا اليوم للامام المهدي سلام الله عليه الصلاه والسلام من هذه الافعال. أنا بالمناسبة أذكر قصة التشرفات، سأريد أذكر بعض التشرفات، هذه مقدمة أذكر لكم. كنت ناوي أن أوصل هذا الشيء. نعم. إحنا الآن قلنا قضية الارتباط بمعنى السفارة، الوكالة الخاصة أقصد. هذا مغلق، هذا منتهي من عنده. أما يمكن أكو واحد يتشرف بلقاء الإمام ويحظى بصره بالنظر إلى ذلك الجمال الطيب. جسدا هم يعني يظهر. أي. نعم، يصير صاير شنو. نعم يصير وصاير، بس فرق عن مسألة اللي قلنا هذا كذاب، من ادعى المشاهدة، هذه هم بعض ما فاهمينها، ما أدري. من ادعى المشاهدة فهو كذاب، يعني من ادعى السفارة الخاصة. أها. مو التشرف، فرق شنو عن السفارة الخاصة؟ نعم. التشرف واحد يتشرف باللقاء الإمام، قد ما يعرف الإمام وقد يعرف ما يقدر يحكي وقد يحكي، لكن ليس له صفة رسمية، يعني مو ناطق رسمي للإمام، كلامه ليست بحجة شرعية. أما ذاك النائب الخاص، في حلقات ماضية تكلمنا عن مقام النيابة الخاصة، حجة شرعية، ناطق رسمي. التشرفات تصير. زين، شنو الغاية من التشرفات؟ الغاية لأن عمل الإمام سلام الله عليه في غيبته قائم على الصلاة والسلام، قائم على العمل السري، العمل المخفي. نعم. حتى الناس لا ينسون، حتى الناس ما يصير عندهم، ما يأخذهم الوهم بأنهم هم الذين يديرون الأرض. هذا خطأ، لسنا نحن من ندير الأرض ولا الحكام. فعلا لسنا أبدا. هو أحسن، هو سلام الله، تصحيح قوي. نعم. لكي لا ننسى ولا يأخذنا الوهم، بعض الأحيان في حالات خاصة لبعض الأشخاص في ظروف خاصة يظهر نفسه المقدسة الشريفة، فيراه هذا الإنسان ثم يتحدث للآخرين، يصير تذكر تنبه. الله، حتى من ينسى، هذا من لطف الامام صلى الله عليه وسلم. هذا وسيله انه يذكر الناس، انه يابا انا التقيت في امام وشفته. فلذا التشرفات الصحيحه اللي مو خب واحد يدري، اللي يريد يكذب يكذب. اولا التشرفات اقول لك، نعم، من البدايه ليس لها صفه رسميه ولا يثبت حجيه شيء، انما فقط منبه ومذكر لما هو موجود في الثقلين، في القران والعتره، فقط منبه. التشرفات الصحيحة التي روتها الأعلام، العلماء، مراجعنا، أعلامنا أو مؤمنون، هذه لابد أن تنقل، هذه سنة. البعض خوفا من استفادة ذول الدجالين بعد ما ينقل التشرفات، هذا خلاف سيرة الإمامية طوال عشرة قرون. أحسنتم، أنا أقول لك هذا، كنت أسأل عن هذا الشيء. انظر غيبة للشيخ الطوسي. نعم، الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة باب لذكر من تشرف بلقاء الإمام في الغيبة الصغرى والكبرى. النعماني ذكر باب من تشرف بلقاء الإمام.
الصدو في كمال الدين ذكر باب من تشرف بلقاء الإمام. الكليني في الكافي ذكر باب من تشرف بلقاء الإمام. وتعالى أنت إلى 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 المجلسي ذكر في البحار باب من تشرف بلقاء الإمام. إلى يومنا هذا إلى المحدث النوري، هذه سنة ما يصير نتركها، وهذا يسبب يعني فجوة انجذاب الناس للإمام. يعني نظريا احنا ندري، احنا ندري الإمام موجود ويعمل وهو حاكمية الله، قلنا الآن هو بوجود الإمام، لكن عمليا انظر موسى بن عمران إن الله أراه ثلاثة أفعال، ثلاثة من أفعال الخبر، هذا كتنبيه حتى موسى يدري بأن أكو خلفاء الله يديرون الأرض. هذه تشرفت بهذا بهذا يعني في هذا الصدد، يعني نبي الله موسى تشرف بلقاء الخضر، يعني التقى بالخضر بالتالي. لكن انا هذا السؤال، لان تدري اكو شبهه، خل اقول لك الشبهه شنو. صاحب شبهه يقول انتم تقولون الامام المهدي سلام الله عليه بذيك القضيه مثلا فلان كان تايه بالبر فاجى انقذه، فلان كان فقير، فلان كان مكسور، فهو هذه ابو الشبهه يقول وليش هل قد عندنا محتاجين بالعالم، ليش ما ينقذهم بس الا هذا. هذا السؤال اولا احنا نعكس هذا السؤال، نعكس على الله، نقول الله جل جلاله انجى هذا الفقير وهذا المريض وهذا التايح، ليش ما انجى الكل؟ يابا اجبني، اذا مرضتوا فهو ايش، ليش ما يشفي الكل؟ اكو مقررات، اكو نظام. يعني اجي انا انكر ان الله، اقول الله ما يشفي، ليش ما يشفي يابا؟ لان لو تقول الله هو الذي شاف هذا المريض كون اقول يشفي كل الامم، لا، تقديرات وقضاء و فشوف شلون اشكال تافه. نعم. الاشكال فهو ينقذ هذا وينقذ ذاك حتى اولئك ينقلون للاخرين حتى يعلم الناس، يعلمون الله أن الأمور ما انفلتت. أنا أذكر هنا تشرف، هذا التشرف سمعتها يعني من أذكر عن أشخاص ثقات، مو عن كل واحد. الآن حاضرين عايشين؟ عايشين نعم. جميل. يعني أكو عندي تشرفات من الناس الموجودين الآن، وأكو من الناس القبل، لكن سلسلة السند إلى يومنا هذا موجود. جميل. هذا الذي أنقل لكم المرجع الديني أستاذنا المعظم سماحة آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني. جميل. أنا سمعته إن شاء الله بأذني هاتين في مجلس درسي، نقل عن قصة عن أيام هجمة وهجوم الروس على إيران. لعل القصة تعود إلى قرابة لعل 100 سنة قبل أو 70 سنة قبل، لعل 100 نعم. فالروس هاجموا شمال إيران. نعم. وفي نفس القصة هجوم الروس على إيران، نفس الشيخ الوحيد حفظه الله ينقل هذه القصة، منقول عن قيل الشيخ الوحيد أيضا أنه المرحوم النائيني المحقق النائيني اللي هو أستاذ السيد الخوي بالنجف الأشرف وأستاذ بقية المراجع. نعم. يقول توسلت بالإمام الحجة سلام الله عليه توسلا شديدا، لأن أوضاع كانت جدا مأساوية، جدا قحط وماكو رزق، ويعني فتحالة مزرية، وناس يموتون وصار بلاء وباء. هذا في إيران. في إيران يعني. نعم. لما العراق كانت نفس الحالة. يقول الميرزا النائيني، يقول المحقق النائيني، يقول رأيت كأنما حائط بشكل خريطة، هاي الخريطة مثلا جاي تتقرب عنا، الحائط جاي في شرف الوقوع، جاي يهوي ينقض. يقول أنا رأيت هذا، يقول لما النائيني يقول أنا رأيت بالمنام، رأيت أن الإمام الحجة سلام الله عليه ماخذ هذا الحائط بإصبعه، فيقول هنا بيت شيعتنا. هذه المناطق، المناطق الشيعية يقصد الإيران وراقها المناطق. نعم. هذه مأوى لشيعتنا.
يبدو في الانقباض لكن ما يهوي، احنا كامشين. هذه القصة نقلها عن الميرزا النعيم. الله. قصة ثانية نقلها الشيخ الوحيد، يقول ذاك الأيام أكو طبيب. نعم. طبيب وسوي عملية، يقول جاءني شخص إلى العيادة وكان داخل رصاص بيده داخل بالعظم رايح، فطلب مني أن أسوي عملية جراحية وأطلع هذا على الرصاص. فقلت له ما يخالف حضر روحك أسوي لك بنج حتى. قال ما أريد بنج. قلت له ما يصير، مو هذا أنا أريد يوديك. ما يصير، أنا أريد أشرح بدنك ما تتحمل. قال أنت شنو، مالك علاقة، أنت مالك علاقة، أنت سوي بدون بنج. نعم. قلت له عليك. قال علي. يقول هو تمدد على السرير وأنا أخذت هذا الموس والسكين أي شيء مال العملية وسويت الشرح، شفت أبدا هذا ما يحس. لما انتهيت قلت له يا فلان أنا ما أدري من أنت، أنت يجوز أنت مرتبط بالإمام المهدي، يجوز ما أدري، بس إذا أنت عندك ارتباط قل له الأوضاع مأساوية جدا، روس هاجمة وإحنا وضعنا جدا تعبان. نظر إلي قال أنا ما مرتبط بالإمام، أنا أقول لك ما مرتبط من قدام، أنا مرتبط بشخص وذاك الشخص مرتبط بالشخص الثاني وذاك بثالث، الشخص السابع مرتبط بالإمام. قال له شنو، شنو وضعك؟ قال هو الأوضاع تشوفه بعد حاجمه حتى على الإمام الرضا سلام الله عليه لحد الآن موجود. يعني هذه المدفعية القنبلة مال بالقبة مال الإمام الرضا سلام الله عليه. قال تريد يرجعون، تريد الروس يرجعون؟ نعم. يقول والله العلي العظيم هذا الشخص، هذا الشخص المريض. أشار بيدي هكذا قال ارجعوا. أنا استغربت شنو ارجعوا، المريض اللي المريض وراح صواب ويقول ارجعوا. يقول بعد يوم أيام جاء خبر أن الروس شردت وطلع نفس اليوم، ولي حتى لا انظروا الآن في التاريخ أن هزيمة روس فجوة سارت، يعني فجوة، حتى تركوا دباباتهم، لحد الآن في مشهد موجود دبابات الروس، تركوا كل شيء وهزموا، يعني صار حالة رعب وحالة هزيمة وريح قوي، يعني حالة غير طبيعية لحد الآن مذكورة في التاريخ، حالة غير طبيعية. رجعوا هذا يقول أنا ما مرتبط، أنا بسبعة وسائط ما نتصور نحن مهملون. وهذا أريد أقول ليلة، أما ليلة نصف شعبان أو ليلة قد، أيها الشيعة، أيها الأحبة، أيها المهدويون، هو قال لنا إنا غير مهملين لمراعاتكم، لا نتصور أن أبانا تركنا، لم يتركنا أبدا، يرعانا، يرانا ويرعانا، الله جميل، ويحفظنا، يطلب منا شيء بسيط، طلب منا أب كريم. كريم يطلب منك حاجة ما تسويه، مو فشلة، هو كريم طلب مني ومنك حاجة. شنو؟ قال لنا أكثر الدعاء لتعجيل الفرج. اللهم أجل لولك الفرج، مو أدعو، أكثر الدعاء. هذا طلب بسيط. أحد كان يشكو للإمام سلام الله عليه هاي الأوضاع. نعم. وأقول لكم خذوا مني هذا من قدام. نشتبه إذا نتصور أنه من دون الإمام الأمور تصلح، ما يصير. نسبيا إي، أما تصلح تصلح ما يصير. هو طلب قال أكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. تريدون فرج مع أنفسكم أكثروا الدعاء. هذا الطلب بسيط. نعم. منه، وهو يرعانا وهو يحفظنا. قلت حينما نرى أننا نعيش بسلام من المخاطر، من الهجمات الاقتصادية، نعم، الأمنية، الصحية، لا نتصور نحن مهملون. إنا، هو قال الشيخ غير مهمل، إنا غير مهملين لمراعاتكم، الله، ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لا نزل بكم اللولاء لا زال بكم البلاء وصل بكم الأعداء. أحسنتم.
لسنا مهملون. أحسنت شيخ. نحن مهملين بالإمام، هو ما أهملنا، نحن أهملنا. بدقيقة واحدة وننهي الحلقة لهذا اليوم. توصيات للأخوة الأعزاء في هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان. خل نسوي معاملة مع الإمام. يوم من الأيام عبد الله بن جعفر زوج زينب الكبرى سلام الله عليه، نعم، كان ثري جدا وكريم. منشأ ثراءه أنه في صقرة سوى معاملة مع رسول الله. كان باني بيت من طين، رسول الله مرة وكان صغير مرة بالشارع قال له تبيع بيتك؟ قال إيه. أعطاه كم جوزات واشترى. قال رسول الله بارك الله في صفقة يمينك. صار ثري. الله. خلينا نسوي معاملة مع الإمام المهدي، هو كريم. نقول هذه ليلة جمعة، وإن شاء الله ليلة نصف شعبان بكرة. نقول يا صاحب الزمان، أنا أنسى نفسي كل حاجاتي وكل شؤوني، أخصص هاتين الليلتين للدعاء لك بتعجيل فرجك فقط. أنت بعد شو تريد تسوي؟ يمك يمك، هو كريم، عادته الإحسان، سجيته الكرم، معدن الكرم هو سلام الله عليه. الإمام المهدي سلام الله عليه معدن الشرف، معدن الكرم. ما يمكن أنت تقدم له بجهدك وجدك عن صدق النية. الله. بعد هو ينساك، مستحيل، محال. يا الله. ويذوقك الذين الإمام المهدي سلام الله عليه أذاقهم حلاوة الأنس معه بعد ما يأنسون بغيره أبدا. اللهم آمين. إن شاء الله نكون من الذين إن شاء الله يأخذون بهذه الشيء. أكثر الدعاء بتعجيل الفرج، من الذين يكثرون الدعاء فإن ذلك فرجكم. وإن شاء الله نأخذ بهذا ننهل من هذا النبع الصافي الذي نحن متعطشين له. إلى هنا وصلنا وإياكم سادتي الكرام إلى ختام هذه الحلقة المهدوية، ولا يصنع إلا نشكر حسن استماعكم ومشاهدتكم. إلى لقاء آخر، نلتقيكم على خير، دمتم في رعاية الله وحفظه.